الكتاب بتاع المحاضرة بتاعتنا النهاردة هو كتاب Made to Stick اللي عمله تشيب هيث ودان هيث، والاتنين من الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية. والحقيقة يعني أنا بعتبر الكتاب ده لما سمعته، أنا سمعت أوديو بوك الحقيقة، سمعته مرة واثنين وثلاثة وأربعة لأنه عجبني جدا جدا جدا. بينقل معلومة أو مجموعة معلومات مفيدة جدا لأي حد عايز يقوم بنقل رسالة أو توصيل رسالة أو توصيل فكرة أو إقناع مجموعة من الناس بحاجة هو شايف إن هي أصلح، زي السياسيين وغيرهم، أو حتى لو بيعمل إعلان لمنتج عنده عايز الإعلان ده يوصل للناس والإعلان يسيب فكرة عند الناس ويخليهم يفتكروا المنتج بتاعه والبراند. فاحنا النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا في المحاضره عن مجموعه principles حطها الاخوين تشيب ودان هيث. والprinciples دي المفروض ان احنا لو حاولنا نلتزم ببعضها، صعب ان احنا نلتزم بيها كلها في رساله واحده، لكن لو التزمنا ببعضها في رساله ده بيزود البوسيبيليتي ان الرساله دي تستقر في عقل المتلقي ونستفيد بيها احنا بعد كده في الغرض الاساسي اللي احنا كنا باعتينها بيه. ارجع افكركم ان انا غرضي من المحاضره مش ان انت تعمل رساله تضحك بيها على حد. احنا بنفترض دايما في الرساله اللي انت توصلها ان انت توصل فيها رساله بامانه، والرساله دي المفروض ان هي بتبلغ بقى حاجه انت بتبعتها للناس وعايزهم ينفعلوا. كلمة ينفعلوا هنا ك يعني كلمة عامة، مش ينفعلوا غير مش يعيطوا، يعني مجرد انفعالهم للرسالة اللي انت بتبعتها دي دليل على ان الرسالة ناجحة. لكن عادة بنحتاج ان الرسالة كمان تستقر معاهم وتفضل معاهم لفترات طويلة عشان يستمر الانفعال لأطول فترة ممكنة على قد ما أنت عايزهم يستفيدوا منها. البرنسبلز بقى أو القواعد اللي اتكلم عليها تشيب ودان هيث بسرعة كده باختصار، يعني هي ممكن تتحط في كلمة واحدة اللي هي success: simple, unexpected, concrete, credible, emotional story. هنتكلم بالتفصيل إن شاء الله عن كل principle من دول وإزاي ممكن تبقى جزء من الصياغة بتاعتنا وإزاي هي بتأثر. هنشوف examples على بعض الرسائل بالذات بتتعمل بشكل إعلانات، إزاي الـ principles دي لو طبقناها أو آسف لو إزاي الـ principles دي لما اتطبقت في الرسائل دي خلت الرسائل دي افكتيف، خلت الرسائل دي توصل، خلت الرسائل دي تستمر مع المتلقي زي ما اتكلمنا مع بعض قبل كده.